قد ايه كمان وجود شيكابالا فارق جدا معنويا مع الفريق؟ ازاي بيحفزهم؟ ازاي بيدعمهم نفسيا؟ لان هو برضو زي ما المدير الفني عليه عبء كبير جدا، والتحضير وكل الجهاز الفني طبعا اللي مع كابتن معتمد، قد ايه كمان لعيبه كبيره زي شيكابالا وزي عبد الشافي بيبقى عليهم برضو عبء كمان كبير؟ يعني لازم اقول لك ان شيكابالا يعني حتى لما شفنا الفتره اللي فاتت كلها السنين اللي فاتت كل مدرب اجنبي بيجي بيقول نفس الجمله، شيكابالا انا مش محتاجه في الملعب بس، لا انا محتاجه في الملعب وبره الملعب. ما تشوفي شيكابالا ما شاء الله ربنا يديله العمر، يا رب. ما سنه مش صغير بيلعب اساسي في الفريق كحال محمد عبد الشافي، هتشوفي قد ايه هو ليه اهميه وسط اللعيبه، هو محبوب جدا جوه واللعيبه كلها حباه وحابه التعامل معاه وحابه الكلام مع، حتى هتلاقيه في الملعب لما بيجي يواجه لعيب اللعيب ما بي بي يعني ما بيتكلمش او ما فيش نوع من الضغينه، لا كل اللعيبه بتبقى حابه دي. لكن انت تخيلي كمان ان كابتن معتمد جمال بيعتمد عليه في نقط معينه معنويا مع بعض اللاعبين، ان هو بيبقى قريب من بعض اللاعبين، يعني ممكن مثلا يروح للاعب يقول له ممكن تلعب في مركز ده هيديك اكتر، يعني هتزيد اكتر انت في الحته دي افضل، فهو دوره داخل الفريق دوره كبير جدا، ودوره عاوز طبعا كمان جوه الملعب نفس اهميته بره الملعب. اقول لك ان هو بيتواصل مع مجلس الاداره، طبعا في لعيبه كتير ما جددتش وهو من ضمنهم، هو كلامه الوحيد يقول لهم جددوا لكل اللعيبه انا في الاخر خالص ابن ان انا النادي ابن النادي انا هلعب من غير عادي ما فيش طبعا. مشكله، بس وحتى ما بيتكلمش في فلوس ما بيتكلمش في حاجه، هو دايما بيبص للعيبه. الفتره اللي فاتت كانت مشاكل كلها اللي بتتوجه لشيكابالا بسبب ان اللعيبه بتقول له احنا عاوزين فلوس، يعني عاوزين مستحقاتنا، ودي كانت امور بتضايقه للدرجه ان هو كان بيقعد في فترات كبيره يقفل التليفون وما يتكلمش، ان هو مش عارف يقول ايه، يعني هو نفسه زيهم، لكن هو كان بيقول للمجلس طب طلعوا لهم هم الفلوس وانا ايوه ايه، يعني انا ابقى في الاخر